الحقيقة بيؤسفني لما أسمع الحقيقة هذه الأخبار الحزينة على فتيات في عمر الزهور، فتيات بيتلقوا العلم، فتيات لسه في بداية المشوار، وتكون القضية هي قضية إنها لم توافق على ارتباط بشخص ما، فيكون الحقيقة يعني يكون حقها في الدنيا إنه يعني يتم قتلها. قضية الحقيقة يعني موجعة وأليمة، وخلينا ناخد يعني وهي قضية مقتل طالبة الأردنية إيمان رشيد ضحية الحادث البشع اللي حدث في إحدى الحقيقة قلب الجامعات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، وخلينا نعرف تفاصيل أكثر ويعني نعزي ونواسي أسرة الفقيدة وهذا الحادث البشع. المداخلة ولقائنا هيكون مع أستاذ مفيد أرشيد والد الطالبة الأردنية الضحية إيمان أرشيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني كل التعازي الحقيقة يعني بننقله ليكم، وربنا يصبر قلبكم. يعني أشكرك. الحمد لله رب العالمين ستي. الحمد لله رب يعني العالمين. عايزين نعرف يعني إيه ملابسات الحادث وإيه تفاصيل والله الحادث؟ والله يا ستي ما في ملابسات. يعني هذا حادث يعني أفجعني أنا شخصيا كما أفجع العالم العربي يعني، وأسرتي بالأردن. أنا بنتي طالبة في الجامعة وبوديها على الجامعة يوميا وبروحها أنا شخصيا وبنتظرها حتى تطلع من الكلية. يعني اليوم ما كان عندي مجال اني اروح اجيبها. وديت اخوها على 10، حكيت معها تليفون، قالت لي بابا انا انهيت امتحاني. قلت له كيف الامتحان؟ قالت لي تمام. فبتقول لي بدها انا اودي لك اخوك عبد الله مشان يروح. بينها وبين اخوها خمس دقائق او ثلاث دقائق كان الحادث حاصل بالجامعه. طيب يعني هل القاتل يعني كان ما بعرف كان متقدم لها، كان عايز يرتبط بيها؟ لا بدل لا في ارتباط ولا في كلام. يعني بنت يعني لغايه اللحظه ما واحد اجى على البيت او طلبها او حكت لي انه في حدا او الى اخره. يعني القاتل غير معروف ليكم؟ معروف لسه مش معروف زين. يعني ما بعرف منين اصله، منين بيشرب مي، منين الى اخره. هل تم إلقاء القبض عليه؟ لا يعني لغاية الساعة أنا خبرني أحد الضباط إنه لغاية الآن ما تم إلقاء القبض عليه لغاية الساعة هاي. طيب يعني هل كان في رسائل؟ هل كان أرسل ليها رسائل؟ أبداً ما كانش في أي رسائل من أي نوع؟ لا ما في من أي نوع رسائل ولا شيء. أنا بنتي صديقتي، يعني أنا صديقها كمان على الفيسبوك، وحتى رسائلها صاحباتي برسلوها وبشوف اطلع على القاتل. يعني طالب في الجامعة ولا قاتل من خارج؟ لا طالب خارج الجامعة. هذه المشكلة من خارج الجامعة مش طالب خارج في الجامعة. مش طالب الجامعة، لو من الجامعة كان تبين، أما هو من خارج الجامعة وقتلها وأطلق أربع خمس رصاصات أو ستة وطلع من الجامعة ولا كان له في شيء أبداً. طب هل هو يعني تقصد إيمان تحديدا؟ يعني هل هي كانت لوحدها؟ كان في زملاء معها؟ هو تقصد إيمان تحديدا؟ صاحباتها روحا هي بتنتظر أخوها يجي ياخذها من وقت هذا. يعني فيش أربع خمس دقائق بينها وبين اللي حصل. شايفة يا ستي؟ ما في أصلا سابق أنذار أو إلى آخره. أنا يعني لغاية الآن مش مستوعب إنه في شيء. يعني هل في حد كان متعرف عليه يعني من اللي كانوا موجودين؟ لا. معروف لدى اي حد؟ ما حد تعرف عليه. كانوا متخفي، حتى السكيورتي بتاع الجامعه متخفي الوجه، متخفي لابس كسكيت على راسه. حتى الكاميرات يعني المسؤول في الجامعه بيقول في 800 كاميرا بالجامعه ولا واحده جابيته. مش معقول. يعني انا هذا مستهجن من تصريح من الجامعة. مش معقول 800 كاميرا. بيقول لي مرصد في الجامعة، بعدين المكان تاع كلية التمريض ما يعني فسيح، يعني مكشوف مش مغطى أو عليه شجر كبير أو إلى آخره. يعني للعيان من بينات، يعني مبينين يعني جمالا هي ما بتكون يعني تنتظر بي. مجرد تطلع من الجامعة من الكلية أنا بكون سيارة إعلام الكلية. عموما خلينا نوضح برضو أستاذ مفيد أن تصريحات حضرتك هي دي يعني أول التصريحات للإعلام المصري عن هذا الحادث للطالبة إيمان مفيد رشيد، طالبة في إحدى الجامعات الخاصة في عمان الأردن. طيب سؤالي تاني أيضا لحضرتك، الحادث كان الساعة كام تقريبا؟ الساعة 10 3 الساعة 10 10 صباحا
10 صباحا، 10 10 صباحا، لان على 10 و10 كانت تحكي معي. طب هل يعني لما هو على طول اطلق النار على ايمان؟ بشكل مباشر هو يعني، وعلى ايمان تحديدا. تحديدا هو مش تقصدها يعني، زي كان انا زي ما سمعت احد الرواه انه دور يعني يبحث عنها لما شايفها مثل 6 رصاصات عليها بالوجه بالراس وبالصدر يعني. ولا شفت انا ولم يسب اي احد اخر، هو كان متقصد لايمان تحديدا. نعم نعم، هو قصده بالعيان قصدا يعني. ايمان طالبه في اي سنه وفي اي كليه؟ ثالثه في كليه التمريض، يعني بالدكتور في كليه التمريض في جامعه العلوم التطبيقيه. نعم. الكواليس، هل حد يعني من حوالين بقى كان كشكل الكواليس ازاي؟ حضرتك عرفت ازاي؟ عرفت انا بناء اتصال من امها، حكت معي والدتها، انا كنت في الدوام، بتقول لي ايمان اطلق عليها نار في الجامعه. انا رحت على المستشفى بعد نص ساعه او ربع ساعه كانت متوفيه يعني. يعني تم نقلها الى المستشفى يعني. وناقلينها على المستشفى مباشره، وهي اصلا 6 رصاصات لما الواحد اطلق على بني ادم. هي كانت خارج على اسوار الجامعه ولا داخل الجامعه؟ لا داخل حرم الجامعه. داخل الحرم الجامعي. داخل الحرم الجامعي. نعم. طب هل هو تسلل بالسلاح داخل الحرم؟ يعني كان موجود داخل الحرم الجامعي؟ هو الكاميرا الاولى ضبطته على الباب الرئيسي داخل، لابس كاسكيت وداخل، ما السكيورتي ما بفتش، وكانه ما يعني بدقق على هويه الطالب او مش طالب، او في يعني في لبس في الموضوع يعني. انا يعني للامانه انا بحمل مسؤوليه الجامعه كامله. هل الجامعة أصدرت بيان؟ ما أصدروا بيان ولا حكوا معي لغاية اللحظة يعني. لحد اللحظة لم تصدر الجامعة أي بيان؟ لا لا، يمكن حكوا مع الإعلام أو معي، ما حكوا معي. يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، ولكن يعني قلوبنا والله الحقيقة معاكم، ويعني أنت تتحدث إلى الإعلام المصري في من خلال شاشة التلفزيون المصري برنامج 9، فأنا يعني بعزيك وبعزي قلبك وبعزي الحقيقة أسرة الطالبة، وبنتمنى هذا الغدر وهذا القتل يعني البشع المشين ياخد حقه، وإن شاء الله حق إيمان يرجع. بشكرك شكرا جزيلا، وعزائنا يعني كامل العزاء لأسرتكم الكريمة. أخبار الحقيقة يعني، الأخبار الحقيقة دمها تقيل يعني، أخبار موجعة وأخبار فيها هوس، نوع من أنواع الهوس في كده. الناس بتمر بنوع من أنواع المرضى، ودي زي ما حضراتكم سمعتوا دي كانت أول تصريحات للإعلام المصري من خلال طالبة والد الطالبة إيمان رشيد اللي تم قتلها بالرصاص الحقيقة من داخل أسوار الجامعة. هذه المرة القاتل الحقيقة يعني تسلل إلى أسوار الجامعة ورصد إيمان تحديدا، كما ذكر الأستاذ مفيد أرشيد والد الطالبة في أول تصريحات له عن هذه الجريمة البشعة. الحقيقة يعني جرائم كده يعني ليس لها أي يعني مكان في الإنسانية، يعني هو خلل، وأعتقد أنه دراسة الخلل زي التحقيق في الجريمة وملابسات الحادث، وأيضا الأمن ياخد حقه والقانون ياخد حقه والقاتل ياخد حقه، ويكون حق الحقيقة لهذه الأرواح اللي بتزهق. لكن كمان أعتقد أنه لازم يكون في رؤية للمجتمعات، إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي بيحصل بيوصل القتلة دول لهذه الحالة؟ سواء التعدي بسكين أو التعدي بالرصاص، هي حالات من اللوث العقلي. أكيد لازم يكون في دراسة مجتمعية على هذه الحالات.